هذا الموضوع عبر قنوات خاصة للعقيد القذافي أم أنت الآن؟ بجد رأتي في زيانك يا بعبدون؟ والله زرش رأتي تصبر قلبي من هالشوفات؟ بحكي لي معك كلمتين؟ انت بتنقضى معك كلمتين، الله تفتحي لي جريدة. عبالك كلمتين لبغطاها؟ ايش في؟ خسر خسارك يوم الاثنين جايين لعنا بناتك وصفتك. ايه؟ ولادك وخنينك كلياتهم على لم الفراش. بخير ان شاء الله، مو الجماعة كانوا عنا؟ لك الجماعة جايين يتوجبوا معي، مشان عيدي عيد الأم. ايوه. عبيل كل سنة ان شاء الله. الله يهنيكي فيهم، لكن أنا بغب لي ساعتين مسألة بين ما تنفض الجماعة، مالي راس أشوف حدا. ومين قال لك جايين المساء؟ لك؟ حلفت عليهم يمين ما يجوا إلا على الغداء. ايوه. ما بدي توضي توصي لي الله يرزقك إلهي. يعني 5 كليات لحم بعجين، ايدي، كليان شيش طاووس. جاطر السفريكة ولحمته مع اللبن. والسلطات والخضرة ها. ايوه. بدك تجيب لي معهم صدر كنافة وكم سحار فواكه، خلصنا. حاجك خيو نبدأ نورش في الطاقة ونفوخ مشان أضل بزهوتي يوم عيد ميلادي. خيتو إذا العيد عيدك إن شاء الله جيبرني أحط لي 10,000 ورقة بدهم يجوا على الغداء أهلا وسهلا يجيبوا أكلهم معهم. يعني شو جايين ونقلي الهدايا وكمان تجيبوا غداهم معهم؟ سلامة خيرك حجي. نقلي الهدايا لك أنا إيش طالع لي منهم؟ يي على الحكي إذا عيد أم أنت إيش شكك شغلة الهدايا؟ يي على الحكي إيه بلاي أنا منين كنت صرتي أم وجاكي هدايا يا مو. سوى والله من جنابك لا حملت ولا طلع بالعك لا تشوف الولد حضنك ولا فكيت ولا حفظت ونزل ايديك كنت فض الخرق ولا تفت الليالي وانت دايلت نزلك عم بترد. والله كل واحد بيشتغل شغلته، كمان انا ظهري صار طائل، انا عم بلح لكم مصاري لصار اولادنا كل واحد طول الشحيطه، بلاش المخاوزه، انت تقشقش الهدايا وانا شم ولاد دوق. خيي لما قلت لك عيد ابقى اولادك ان شاء الله ما بقصوا معك. كثير بسيطه ما في اسهل منها، بنقلبه من عيد الام لعيد الابوين. شوفت ايه شوفت عينك شو عم بصير حوالينا، شغلات اكبر بكثير عم تتغير وتتبدل، ما وقفت على تغيير عيدنا هالايات. هلا تركت كل شيء وحط لي عيد الام، ايه لا وصلت معك جيت العين؟ اذا شغله جاء ما ليش ما نظبطها؟ لك اسكت كرمال الله لا تجيب هالسيره طابت، يي هلا بقولوا عليك ولادك خرفت وصاير عم تخلط. ايش ما بدهم يقولوا، المهم يصير اللي بدي اياه. ابو عبدو ليش تغصني كرمال الانبياء؟ بدي افرح على جمعية ولادي هلا ما وقت افلامك. بدك تفرحي على اولادك ولا بدك تفرحي على لم الهدايا؟ خلي على سنتين، انا غنيه بحب الهديه. اي ما حدا احسن حدا، فاهم الاولاد مثلي مثلك ساري بساري، من هلا اوراق ما بقى في شيء اسمه احتفال بعيد الام بس. يا ولي يا بعبدو، انت انسان مؤمن، والنبي عليه الصلاه والسلام قال الجنه تحت اقدام الامهات. روحي فداء، عديس على عيني وراسي، الجنه تحت اقدامكم في الاخره ان شاء الله، بس الله في الدنيا رب العالمين قال وبالوالدين احسانا. من انا وانت؟ ايوه وذكر 4 مرات في القران الكريم، يعني ساوى بيناتنا. ايه بس بتضل الام احن وبالي اطول، بتتعب اكثر مع اولادها. على قولة المثل بعد الام حفور وطم. وكمان بقول المثل اب رحمه لو كان فحمه. وقالوا ست الحبايب يا حبيبه يا اولى من روحي ودمي. كمان قالوا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا. هيو خلاص ما بدي هدايا ولا عيد ولا سعيد ولا ضرار الصغر. طلعت الشغلة من عيوني، الله يطول فيك يا أبو عبدو. الله لا يسأل بيا مناحة تشتغل بكوكة، بدهم يجوا يحتفلوا فينا نحن الجوز أهلا وسهلا، وغير هيك ما عندي. وحق الله لا يسأل عبدو من ولد لولد. حوش حوش، زنقة زنقة، سقاص سقاص، وأحكي لهم إيش عتفزتيني يا أبو عبدو، زيتن قايمة وقايمة. تقوم قيمتك إن شاء الله، هي صايرة موضة الشغلة، لساكن ما حكيت لي كلمة تعملي لي ثورة. لك من نقشك اللي بسم البدن يا بنت الحلال كني واهدي تعي لنعمل شغله ترضيني وترضيك. لك هلا وقتك انت كمان فاضي ضايق ما شاء الله. خليني اكمل. تفضل لاشوف. عم بقول ايش رايك بدل هالارائيع اللي يجوكي شيء لازم وشيء مو لازم يعطوكي اولادك مصاري انفع لك. هلا انت ايش خصك؟ وبدل ما تجمعيهم على الغداء بانشح بيتك بالزفر يصير على الحيطان بيجوا مسويه بتقضيها بشويه حلو فواكه. ايه ان شاء الله بدك واجب. ها ها مشان نحط المصريات اللي نوفرهم من عزيمة الغداء، هالمصريات بدها تجيك بعيد الام، بنسافر انا وانتي بنجخ وبنفنجر وبنصرف وبنتبحتر عمره ما حدا يورط. اي صحيح؟ ايه كثير عليك ايام عم تشمي الهواء وتغيري شكل تتدللي شوي. يعني هيك قولك؟ لك هيك قولي. والله جبتها يا ابو عبد. ها ها زيت الضيق روحي وقلبي كان الميل اهلا وسهلا مع السلامه، هذيك انت ما كان عندي. شفتي شلون؟ قلبي عليك وقلبك على الحجر يا اما يا سيدي عجبني شغلك، رايحة اتصل مع بنتك بحوي اللواصه، خليها تتصل بين اخوتها وخواتها، انه الجاي صارت لعنا بعيد الام المساء.
ايوه وتفهمهم يعطوني مصرات مشان انا بشتري على كيفي اللي لازم يشتوني معه. الله صرتي ست الحبايب على حقه حي.